يا اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. احنا دلوقتي منورين اثنين من جميلات النادي الاهلي، بطلتين من بطلات التنس في النادي الاهلي، وهنتكلم بقى طبعا معاهم ونعرف عن خلفياتهم وتفاصيلهم مع هذه الرياضه. احنا النهارده منورنا ومشرفنا، عشان بس ما اقولش الاسماء مش مظبوط، داليا شريف لاعبه التنس في النادي الاهلي، وكمان ياسمين مصطفى. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. اهلا بيكم. صباح الهنا، نورنا. وبيبقى انا وكريم نبقى سعداء لما بنستضيف بجد ابطال من النادي الاهلي رياضات مختلفه، خصوصا كمان لو بنات، لان في تحيز شويه. بس نتكلم كمان عن التنس. خلينا نبدا بداتوا امتى التنس، واخبار التنس معاكم حتى هذه اللحظه ايه، والطفره اللي حصلت برضو. هبدا بيك يا ياسمين. اوكي، انا بدات تنس وانا كنت عندي 8. انت دلوقتي كام سنه؟ انا دلوقتي 20. اوكي، شكلك اصغر. 8 بدات، كنت انا في نادي الصيد ده. كنت في الاول طبعا منتخب من انا صغيره تحت 12 يعني لغايه دلوقتي. مع الاهلي انا جيت من سنتين، كوتش غزاوي كلمني. طبعا كان في عروض من نوادي كتيره، بس طبعا كوتش غزاوي طبعا يعني نادي الاهلي حاجه تانية خالص. وانا هو بقالي سنتين زي ما قلت لحضرتك، ومبسوطين جدا هناك، رولز جميلة جدا. حاجة تانية خالص بمعنى ايه؟ قولي لنا كده رؤيتك وتجربتك مع النادي الاهلي. اوكي، يعني انا مثلا كنت في الصيد قبل كده، كان نظام تمرين كل حاجة متنظمة جدا، مش محتاج حضرتك انت تتكلم خالص. كنشاط، ككوتشز، مش عايزة افوت حد طبعا. كوتش محمود مبدي طبعا هو الهيد كوتش بتاعنا، بصراحة كان تعبان معانا جدا الفترة اللي فاتت، وطبعا باقي التيم، مش عايزة أفوت حد. والبيرسونال فيتنس كوتش بتاعي كابتن مصطفى محمود، بجد تعبوا معانا الفترة اللي فاتت، نظام نظام نظام. فبصراحة مش مدينا فرصة إن احنا نحتاج حاجة. هايل، كويس إن ده حصل. وفي المقابل احنا بنتكلم على ان انتوا حاليا بطلات في هذه الرياضه. تجربتك انت بقى ايه مع النادي الاهلي ومع عالم التنس، وابتديتيه من سن قد ايه، وهل دي كانت اول رياضه لعبتيها ولا كان في حاجه قبلها؟ انا بدات عندي 5 سنين، دلوقتي عندي 23. بس انا عندي اخوات كبار، عندي 2 كبار، فهم كانوا بيلعبوا تنس، فالموضوع بدا كده يعني. لعبوا تنس، فانا لعبت وما لعبتش لعبه غير التنس. وانا بقالي مثلا في الاهلي 5 أو 6 سنين، ما روحتش بس غير الـ6 سنة، بس بعدين رجعت الاهلي. بس هو دي كانت اي ثينك دي اول سنه ناخد الدوري، بقى لنا كذا سنه في الاهلي. بصراحه السنه دي فعلا كانوا مهتمين بينا اكتر عن العادي، حتى كنت محمد الغزاوي كان بيجي كل ماتشاتنا، وهو يعني حتى المجموعات وكده كان بيجيها، مش سامي والفاينل بس، وكان بيجي دايما يسبورت وكده. انت اخت ميار صح كده؟ طب ما بطبيعه الحال لازم ده اسمه كلام، هو لازم حضرتك انا لازم اروح اي حته اعرف اني اخت ميار. وشويه كده هتلاقي حاجه حلوه كمان عليك والله، ساعات وساعات. لا بس حلو ان العيله عندكم كلها يعني رياضيه، وما شاء الله مش رياضيين عاديين، ناجحين كمان. طبعا طبعا يعني ماير مسيطره. يعني عقبالك على فكره. دي انتوا الفرق السن قد ايه تقريبا؟ انا وماير فرق بينا 4 سنين. حلو جدا. في لسه انتوا عندكم فرصه يعني 20، وانت دلوقتي يعتبر كام برضو؟ 23. لا لسه طبعا في يعني وقت كتير جدا. طيب التنس في النادي الاهلي، يعني هل هو من الرياضات اللي بتشوفوا ان هي محققه رانكينج كويس جدا، محققه بطولات وميداليات كويسه، ولا عندكم لسه رؤيه في المستقبل ان يبقى في تحسن كمان في النتائج؟ هو كده كده يعني السنه دي احنا واخدين في الصغيرين، احنا وصلنا فاينل في كل الايفنتس سو فار اللي احنا لعبناهم. بس يعني في الصغيرين كنا اخذنا تاني سيدات اول مره، بس سو فار ده كويس قوي. احنا السنه اللي فاتت ما كانش كده، احنا اتحسنا كتير قوي بصراحه، يعني ممكن يبقى احسن. بس بصراحه السنه دي يعني هي ستيبس كده كده. السنه دي بصراحه عملنا كويس قوي. جميل. وجبنا كوتشز جداد كويسين زي يمنى، كوتش يمنى فريد، زي هشام، دول ما كانوش معانا السنه اللي فاتت، بقوا معانا السنه دي، فساعدونا برده كتير. اهم البطولات اللي شاركتوا فيها وكان ليها طبيعه خاصه، يعني من اول ما انضميتي للنادي الاهلي اهم بطوله شاركتي فيها ايه؟
اهم بطوله كفرديه ولا تبع النادي؟ من ده على ده. طيب كفرديه طبعا بطولات المنتخب بتبقى طبعا ليها حاجه تانية طبعا. طب. بس احنا بنلعب زي بطولات انترناشونال بروفيشنال، فبنلعب في شرم، كوتش غزاوي طبعا مدينا الحته دي، هو اللي بيعمل بطولات في شرم ففتح لنا الحته طبعا دي. بالنسبه لنا ان يبقى في اوبشن في مصر انت تلعب، مش محتاج تسافر بره في الليفل اللي انت فيه دلوقتي، طبعا حاجه هايله. وطبعا هو فتح لنا كمان بطولات اكبر كل فتره بيحطها لنا، سنه بسنه هيبقى في حاجات اكبر كمان، بطولات كبيره. فبصراحه كوتش غزاوي في الحته دي بالنسبه لي دي حاجه افتخر بيها، ان انا في مصر مش محتاجه اسافر يعني فور ناو. وكوتش غزاوي بصراحه يعني فيش طلب بنطلبه منه، هو دايما بيبقى في ظهرنا يعني. جميل جميل. طيب انا عايزه اسالكم نروح شويه للحته الفاميلي او العيله، يعني انت اكيد ميار بتفيدك بشكل كبير جدا، بس مين بقى اللي كان بيشجعك انت وميار؟ ده رقم واحد. وياسمين برضو عندك حد في العيله برضو رياضي بيشجعك؟ يعني خلينا نعرف الحته البيرسونال عندك. اتفضل. بصوا مش هنختلف يعني، كده انتوا الاثنين هتجاوبوا. انا اصلا عندي اخت اكبر مني، اكبر من ميار، هي برضو كانت بتلعب تنس ولسه بتلعب معانا في فريق، اصلا هي كوتش فريق معانا في الدوري. هي برضو دايما بتشجعنا بصراحه، بس اللي مشجعنا كلنا مامتي بصراحه. هي دايما ورانا ودايما بتحب الرياضه ان جنرال، ولا هي عايزاكم انتوا تبقوا بطلات؟ لا احنا يعني هي كيكه التنس عمرك ما هتبقي كويسه فيها غير لو انت فعلا عايزه بتحبيها او عايزه ان انت تبقي كويسه فيها، بس هي مامتي يعني هي الصراحه اكبر سبورت لينا وبابايا طبعا. حلو جدا. وياسمين هي بتبقى نفس الحاجه طبعا، احنا بنحب اللعبه عايزين نعمل فيها حاجه، بس اهلنا هم اللي بيسبورتوا جامد في حته ان انت تمرين ومهتمين وعايزينك توصلي. في حد رياضي عندكم برضو في العيله؟ انا اختي كانت بتلعب تنس زمان بس جالها اصابه فما كملتش، لكن يعني المين سبورت مامتي وبابايا بصراحه. كويس جدا. طب على صعيد الدراسه، واحنا بنتكلم على بطلات في الرياضه، معنى كده ان في بطولات وسفريات وحاجات ومعسكرات وحاجات زي كده، هل ده اثر معاكم في الدراسه باي شكل من الاشكال؟ ابدا انا. طيب انا اتخرجت السنه اللي فاتت من المدرسه، تمام؟ فطبعا وانا في المدرسه كان بنمر بمشاكل، ان عندنا ماتشات الصبح وفي مدرسه الصبح طبعا، وايام فيها امتحانات طبعا. بصراحة أنا كمدرستي يعني كانت بتأجل لي الامتحانات مثلا الفاينل وكده، كانت بتأجله لي مثلا بعد ما أخلص ماتشاتي. طبعا في أوقات لازم أمتحن بس يعني بنأجلها على قد ما نقدر. ومن ناحية عشان أنا دلوقتي المفروض أكون في جامعة، أنا أخدت جاب هير علشان السنة دي أنا بسافر كتير قوي. ولا إن شاء الله يعني بشوف حاجة أونلاين علشان مش هينفع أبقى في عندي أتندنس في الجامعة والكلام ده. بس وفي حالتك انت بقى حصل ايه؟ انا اتخرجت السنه اللي فاتت من سايكولوجي، كنت في جامعه في امريكا، فكنت بلعب تنس وبدرس الاثنين مع بعض. أوكي. فكان برضو جامعه بصراحه واخده بالها، يعني هي اصلا انا كنت في تيم في الجامعه فامتحانات وكده كانت حاجه عليهم هم، فكنت كنت بصراحه في جامعه وقتها؟ كنت في فريزن ستيت في كاليفورنيا. أوكي. جميل. فكرة العيشة في كاليفورنيا حاجة يا سلام. والله ومفيش أحلى من مصر. يا سلام. مفيش أحلى من مصر. شوف الرد أهو. والله صدقني على صعيد الرياضة كمان يا ستي أجازة، نروح أجازة. مش أربع سنين كتير قوي أجازة كده. يعني أنت ما اتبسطتيش في الفترة اللي قعدتيها في كاليفورنيا بذمتك؟ لا بصراحة. إزاي؟ أصل أنا حد بحب اهله واصحابه قوي، فكنتش بقدر اقعد. وبعدين انا في امريكا مش اللي هو مثلا لازم اركب طياره 20 ساعه عشان اجي اشوف حد من اهلي. بعيده طبعا كتير قوي. طب ما بتفكروش في الاحتراف بما ان انت حابه تفضلي هنا لو جالك فرصه احتراف؟ والسؤال ياسمين برضو، مش حابه تحترفي لو جات لك فرصه؟ احنا دلوقتي بالظبط. لا انا بتكلم في الخارج. ما احنا عندنا انت قصدك بنسافر بره او كده؟ تلعبي لنادي في الخارج؟ بنلعب في نادي بره. لا بصراحه يعني انا مع كوتش غزاوي مبسوطه جدا في النادي الاهلي. حلو الرد. مش لازم اطلع بره خالص. النادي الاهلي في التنس لو قارناه بانديه تانية بره مصر وضعه ايه؟ كتنظيم مدربين بجد ما فيش، يعني احنا بجد نادي كويس وبجد نفسنا نكمبيت
انترناشونالي يعني نلعب كلوب ماتشز. مش عارفه ليه احنا ما وصلناش الحته دي، بس بجد احنا نادي كويس قوي كرولز. بص انا شايف طالما مش عارفين ليه يبقى نطلع فاصل نفكر في الفكره ونرجع نكمل الكلام. اتفضلوا. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع داليا شريف وياسمين مصطفى بطلات التنس في النادي الاهلي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. اهلا بيكم مره ثانيه. كنا وقفنا فين في الكلام بقى؟ يا ريتني ما سالت فقدان للذاكره جماعي، يعني دي غير مسبوقه. كنا بنتكلم في التنس اكيد، ولا انا غلطان؟ مش كده برضو؟ طب انت ليك اقتراح في هذا الاطار؟ مفيش حاجه معينه تحب يعني ادخل انا باللي ربنا يقول دي؟ طيب البطولات اللي بتستعدونها الفتره الجايه ان شاء الله ايه هي، وهتتعب امتى، ومخاوفكم منها واصله لفين، واستعداداتكم ليها عامله ازاي؟ اظن سؤال متكامل الارقام ما يخرش الميه. اتفضل. انا بالنسبه لي البطولات اللي جايه هتبقى ان شاء الله في شرم، عشان اول تسعه هيبداوا البطولات. فالفتره اللي جايه انا هتمرن في نادي الاهلي يعني زي تمرين للبطولات اللي جايه بعد الدوري، يعني هنريح شويه دلوقتي ونبدا تمارين تاني. فانا الفتره اصلا غير الدوري ايه في بطولات ايه تاني في الدنيا التنس؟ في العالم كله. لا انا بكلمك على مصر. على مصر هي دلوقتي شرم. انت شرم الشيخ. انت كمحلي ولا؟ قصدي اقول لك كبطولات في التنس غير الدوري. هل في بطولات؟ لا ده مش دوري تانية؟ ده. مفيش دوري. في بطولات. طب ايه نوع البطولات اللي في بطولات في مصر كل اسبوع. يعني التنس انت عندك بطوله كل اسبوع محليه، فيوتشرز كمان نفس الحاجه، فيوتشرز دي اللي هو البطولات الدوليه بس في كل حته في العالم، والمفروض ان هي تبدا في شرم، الدوليه في شهر 9 بس المحليه شغاله كل اسبوع. أوكي. طب بصي استكمالا لسؤال كريم، يعني في سؤال كده وكنا من فتره طرحناه انا وكريم، كنا بنتكلم عن السكواش تحديدا، هو ليه السكواش لعبه يعني واخده حيز كبير جدا ونجاح كبير جدا في مصر بس التنس مش كده، خصوصا ان الناس كتير بتقارن الاثنين شويه ببعض، ليه التنس مش نفس النجاح اللي واصل ليه لعيبه في السكواش؟ لو انتوا عندكم وجهه نظر. اول حقيقه عشان السكواش سكواش لعبه مش في اولمبيكس، يعني التنس بجد يعني عشان كده مصريين كتير قوي ناجحين فيه، بس التنس بجد صعب قوي، يعني الليفل بجد بره يعني بجد عالي، يعني اللي هو انت بجد محتاجه تسافري كتير قوي، تصرفي كتير قوي عشان توصلي للليفل العالي ده. ما بيحصلش ليه بالظبط؟ مساله السفر والمعسكرات الخارجيه والتعاون مع كل الخبراء في الرياضه دي، ايه المانع؟ والله هو يعني الاتحاد المصري للتنس مش احسن حاجه. يعني انا حتى اختي يعني عشان اللي هو يبدا يبقى في مساعده او كده، كان بعد خلاص اما بقت هي ماير شريف وبتاع. انت في التنس اتس ايفريثينج اون يور اون، يعني انت محتاج انت اللي تصرف على نفسك، انت اللي تعمل كل حاجه مع نفسك. معقوله يعني؟ للاسف زاليا. انت موافقه على الكلام ده ياسمين؟ يعني مشكلة، يعني المفروض حسب حديثنا كريم مع رؤساء الاتحادات المختلفة كان دايما كل رئيس اتحاد بيقول بنحاول نبذل أفضل ما عندنا، ووزارة الشباب والرياضة البادجت اللي بتوفره بنحاول احنا نكمل عليه وغيره، لكن مشكلة ان انا اسمع ان الاتحاد المصري للتنس لعيبة او الابطال بتوعه عندهم برضو شكاوى، يعني حاجة شوية عليه علامة استفهام بصراحة. طب انا اقترح عليكي بقى نتوجه بالسؤال ده للكابتن محمود عبد المبدي اللي منورنا على التليفون وهو المدير الفني للتنس الاهلي. انتوا بتبصوا ورا احنا صعدنا الموضوع هم بيبصوا ورا. لا هو مش معانا هنا، هو يعني هو معانا على التليفون. الكابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا منورنا في 10 الصبح الاهلي. صباح الفل كريم، صباح الفل نهوان، صباح الفل وداليا. ازيك يا مبدي؟ منين ايه؟ الحمد لله. هو يعني اول ما قلنا اسم حضرتك فعلا هم الاثنين اتدوروا بصوا وراه، يعني ده حضرتك عامل قلق للبطلات بتوعنا والله. ده طيب جدا. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام؟ الله يخليك، كله تمام والله. الحمد لله الحمد لله. عايزين نتكلم مع حضرتك على لو تسمح لنا نبتدي معاك بالتفصيله اللي انتهينا في حوارنا ده مع بطلاتنا عندها، فكره ان بيبقى في متطلبات معينة لتدعيم وترسيخ الأبطال بتوعنا في الرياضات المختلفة، بتحتاج دعم مادي، بتحتاج معسكرات خارجية، بتحتاج سفر في كتير من الأحيان، بتحتاج تعامل وتعاون مع خبراء عالميين في الرياضة. إلى أي حد التفاصيل دي متحققة من خلال الاتحاد المصري للتنس؟ بصوا يعني خلينا نقول إن احنا مؤخرا في شويه تطور في القصه دي، بس على مستوى الناشئين اكتر من مستوى المحترفين اللي هم السيدات والرجال. يعني على مستوى الناشئين الاتحاد بدا يهتم بقاعده الناشئين كويس، وبدا يوفر لهم بطولات دوليه كتير هنا.
بس طبعا ده هيبقى صعب بالنسبه للمحترفين لان هم تقريبا انتصر طول السنه. فلسه الجزئيه دي محتاجه طبعا دعم قوي من الاتحاد، مفيش لسه فيها دعم في الجزء ده بالنسبه للسفر وبالنسبه لتوفير الدعم المالي ليهم. فدي طبعا لسه في جزء ناقص فيها، بس على مستوى قاعده الناشئين بدا يبقى في تطور شويه في توفير بطولات دوليه كثيره هنا تخلي الناشئين يبداوا يتحطوا على الرانك الدولي بشكل كويس يعني. طب كابتن محمود، يعني الاتحاد المصري للتنس ما هوش وليد مثلا سنه 2010 فاتوا من الاتحادات القديمه، فليه لحد دلوقتي ما نقدرش نقول ان هو مكفي كل المستلزمات والمتطلبات اللي ابطالنا في هذه الرياضه بيحتاجوها؟ يعني ليه الاتحاد ده مش واخد الحيز المحتاجه والاكبر من وزاره الشباب والرياضه، وليه ملوش مدخول اخر غير الجزء اللي وزاره الشباب والرياضه هي مخصصاه؟ برضو ده سؤال لو حضرتك تقدر تجاوبنا عليه يعني. هو برضه عشان نكون واقعيين بصراحه لعبه التنس مكلفه جدا، يعني الموضوع برضه مش سهل على الاتحاد ان هو يوفر بشكل فردي لكل واحد المتطلبات اللي تخليه بطل ويبدا يخش في المنظومه دي، الموضوع برضه مش سهل يعني، لان الموضوع فيه سفر طول السنه بالنسبه للاولاد والبنات دول، والموضوع بيتم بشكل فردي كويس يعني بشكل فردي قوي، لان ممكن تلاقي ولد او بنت حققوا بشكل كويس جدا الباقيين اتصرف عليهم وما حققوش، فبرضه الموضوع مش سهل كمعسكرات وكسفر. خلينا برضو نقول بصراحه الموضوع برضو مش سهل ماديا ان هم يقدروا يتحملوا كل ده، بس لازم الموضوع زي ما بدا يحصل مع الناشئين ان شاء الله يبداوا بقى يدمعوا او يدعموا السيدات والرجال الاقوياء اللي هم عندهم بوتنشال ان شاء الله ان هم يتحطوا يعني حته كويسه. هي ليه لعبه مكلفه يا باشمهندس؟ يعني حسب ما انا اعرف، انا كنت بلعب تنس وانا صغير وانا عندي 7 سنين، يعني هو المضرب وكده كده مصر مليانه في اماكن مختلفه الملاعب، يعني عندنا بنيه تحتيه رائعه. هي مش الادوات قد ما هي فكره المعسكرات الخارجيه والسفر، ان خلي بال حضرتك هي تقريبا احنا عندنا 52 اسبوع في السنه، الولاد دول والبنات دول بيلعبوا شبه من 35 ل 38 اسبوع في السنه. فعشان يقدر يسافر كميه الاسابيع دي فطبعا لازم يكون في سبونسرز، لازم يكون في دعم ليهم، مش كله بيقدر يحقق الكلام ده، فبنفقد طبعا شويه مواهب كانوا ممكن يحققوا حاجه كويسه جدا بس مش قادرين يخشوا في التور دي طبعا والسفر الكبير ده. عموما احنا يعني بنتمنى اكيد ان لو في اي نواقص تستكمل بالزبط. في القريب العاجل عشان نزود حتى من عدد ومن نوعيه البطلات بتوعنا في التنس. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. كان معانا كابتن محمود عبد المبدي المدير الفني للتنس في النادي الاهلي. يومكم عامل ازاي وانتوا بطلات في رياضه مش مجرد بنوتات بتمارس رياضه بعينها، انتوا ابطال فيها، فاكيد يومكم مختلف، يعني بتبتدوا تدريباتكم الساعه كام؟ عدد ساعات التدريب اصلا يوميا عامله ازاي؟ هل بيلزمكم نظام غذائي معين؟ يعني ايه تفاصيل حياتكم كبطلات تنس؟ اوكي بقى انا طيب هو هنبدا بالاكل. تمام. طبعا احنا كتيم او لعيبه تنس بيبقى طبعا لينا نظام اكل. تمام. كل واحد على حسب محتاج ايه اكتر، فمش هخش في تفاصيل دي عشان كل واحد بتكلم بشكل عام. وفي كتمرين يعني بنتمرن تمرينتين تنس في اليوم وتمرينه فتنس. تمام. ده يوميا الكلام ده. اوكي. طبعا في اجازه بناخد مثلا اجازه من يوم او يومين على حسب جسمك، بس بيبقى تمرينتين في اليوم، كل تمرينه يعني مش اقل من ساعتين، تبقى ساعه ونص ساعتين. الفتنس ساعتين. فاليوم كله يعني بيبقى فيه مثلا 6 ساعات، نقول 6 ساعات فتنس وتنس وكل حاجه. يعني طبيعي ان ده ممكن ياثر على الدراسه يعني. وعلى الحياه اصلا، السوشيال لايف، وعلى السوشيال لايف. انت في الليفل لما بتوصل الليفل الكبير بقى، انا لما سافرت قبل كده مع اختي رحت قعدت عندها، هي ليتلي يعني سوشيال لايف اولموست زيرو، يعني انت بتضحي بحاجات كتير قوي عشان توصل للليفل ده او توصل للحاجه اللي انت عايزها، تضحي بحاجات تانية كتير قوي. بس برضه في الاخر انت واصله ليفل مرضي جدا يعني، فاهمه قصدي؟ يعني اكيد دي برضه ايه حاجه بتشيل حاجه يعني. صراحه بالظبط حاجه بتشيل حاجه. صحيح. طيب الوقت بيجري، فمهم ان قبل ما نختم معاكم برضو اسالك على نقطه انتوا اللي قلتوها، وهي فكره ان بره الليفل مختلف تماما في التنس. دي حاجه تزعلنا لما نيجي نسمعها، لان التنس من الرياضات القديمه جدا في مصر، فكون ان احنا دلوقتي 2023 لسه بنقول النقطه دي، فدي نقطه مش حلوه. هل انا هنا الوم الاتحاد ولا الوم القائمين على هذه الرياضه ولا الوم وزاره الشباب والرياضه ولا الوم اللعيبه بتاعتنا ولا المدربين؟ يعني
فين النواقص بالظبط عشان اقدر اقول، ولا السيستم في العموم هناك مثلا بيحترف وما بيبقاش وراهم غير التمرينات بس بيوفروا لهم كل حاجه؟ يعني خلينا من خلالكم نحط ايدينا على المشكله، لعل وعسى حد بيسمعنا يتغير، يعني يوصل الصوت على الاقل. انا حاسه ان هو كسيستم عامه، يعني حتى كهنا الفيزيو يعني بره حتى كل حاجه قريبه من بعض، هنا الزحمه، هناك كل حاجه منظمه اكتر. يعني هنا كل حاجه بحسها حتى لو انت حاولتي على قد ما انت تقدري تمشي على كل حاجه كده، تلاقي مثلا فور اكزامبل في زحمه، كل حاجه بعيد. حتى الدكاتره هنا مش احسن، وفيزي حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا. الاتحاد مش موفر ده؟ لا. اوكي، لا كويس احنا نعرف. لا لا، هو كده كده يعني الحته دي. وبصراحه الاتحاد فعلا يعني هو فعلا كان بدا يعني بدا يعمل حاجات مع الناشئين، بس هو فعلا محتاج بقى يركز مع الكبار شويه، عشان فعلا في ناس قدنا واكبر مننا واصغر مننا بحبه فعلا عندهم بوتنشال ان هم يبقوا حاجه. اوكي ياسمين، مين اكتر بطله في التنس عالميه بتحبيها او شايفاها نفسك تبي زيها؟ انا يعني سيرينا ويليامز طبعا. انت متاكده؟ يعني طبعا. حلو جدا، انتوا نورتونا وشرفتونا، وبنتمنى لكم اكيد المزيد من النجاحات، وان شاء الله نلتقي بكم مره ثانيه على خير. نورتونا. شكرا. نورتونا. وهنروح فاصل مع حضراتكم، نرجع نستكمل فقراتنا، خليكم معانا.